عاصفة تلجية ضربت المكان هنا، زي ما انتم شايفين التلج بينزل وقطر التلج يوصل حوالي 50 سنتيمتر، فطبعا الموضوع صعب جدا. موت يا فخري. 7 hours later. شوفوا المعاناة، شايفين العربية عليها تلج قد ايه؟ انتوا متخيلين المنظر عامل ازاي؟ جبل تلج فوق العربية. حاجة صعبة صراحة. شايفين جبال التلج ده؟ أنا يعني الدنيا طبعا ضلمة وعاصفة تلجية صعبة جدا بتضرب المارين تايم كله، كل الأربع مقاطعات، وضع صعب جدا يعني. ربنا يعيننا بقى. The next day. شايفين جبال التلج؟ حاجة صعبة صراحة. امبارح مثلا 3 مرات نضفت الدرايف واي علشان القصة دي، كمية كذا. شايفين جاري ما نضفش الحتة بتاعته. انا في مكان واسع وكله ابيض في ابيض، وقال ايه نص تحتاني مش لاقيه يا فخر. لسه ربنا يكون في عونه صراحة. شايفين الجبال؟ عاصفة امبارح على المارين تايم كلها، انا اوريكم امبارح. صراحة البلدية هنا كانت بتشتغل طول الليل، ما بطلوش لحد دلوقتي لسه شغالين. طبعا الشمس بتنزل بقى على ده يبقى ايس، درجة الحرارة دلوقتي -9. دي عربية المدينة اهي، ماشيين بيشوفوا الشوارع وبيشوفوا الحاجات عشان يظبطوا الدنيا دي. طبعا حاجة لإرادية الطقس هنا، خلاص الشتاء بقى، كل سنة وهم طيبين. الدرايف واي عندي بالظبط قبل ما اعمل اي حاجة، جارتي لسه بتحاول تنظف. شايفين العجل غارس في التلج كأنه رمل، يعني هو سبحان الله كأنه رمل. مشكلة التلج بس لما الشمس تطلع عليه او ينزل عليه مياه بيبقى ايس، ايس خلاص انسى بقى، يعني عشان تشيله كده الموضوع بيبقى صعب جدا يعني. فهو فريش لازم يتشال، لو ما شلتوش هو فريش الموضوع فعلا بيبقى شبه مستحيل. وطبعا الشمس بتسيح التلج، يعني الشمس هنا موجودة بس يعني ما بتحش الحرارة بتاعت الجو، يعني دلوقتي -9 بس الشمس مسيحة التلج زي ما انتم شايفين. وربنا يعين بقى. ده منظر الباك يارد بقى، شايفين التلج ده كان امبارح كبير، لولا كرم ربنا في شوية هوا جم طيره. شايفين الجبال؟ شايفين جبال التلج؟ شايفين التلج علو ايه ده؟ ده كمان الهوا طير كتير منه يعني. الهوا هنا بيفرق جامد جدا في حاجتين، ان هو بينظف التلج ده، ساحل شوية يعني الكمية بقت أقل. شايفين الكرسي عليه يعني تلج قد ايه؟ وكمان الهوا بيخليك تحس بالبرد أكتر يعني، فهي ممكن تبقى مثلا -9 بس الإحساس الحقيقي مثلا -20. شايفين بقى كمية التلج عاملة ازاي؟ عشان تعرفوا الجلوبال وورمنج عامل ازاي، ده بعد يوم من العاصفه يعني، ده 2 days later. تالت يوم بعد العاصفه، تاني يوم العاصفه خلاص خلصت، التلج اتلم. دلوقتي سبحان الله الدنيا بتمطر والتلج بيسيح ودرجه الحراره اولموست 4 درجات، وزي ما انتم شايفين كده شايفين المطر، الدنيا بتمطر وسبحان الله. يعني الجلوبال وورمنج في كندا مخلي الوضع مختلف تماما يعني، الطقس متقلب بشكل كبير جدا يعني.